أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا
ربنا ليقيموا الصلاة
ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا وتقبل دعائي.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة Oh,
Yeah.
وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء
Oh,
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله لا إله
هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري لا يصدنك عنها
فيها مآرب أخرى قال ألقها يا
تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى.
سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. فسبحان شوه مع النبي والصديقين.
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم احشره في زمرة المساكين. اللهم اجعل الخير الذي كان يفعله في ميزان حسناته. اللهم اجعل القرآن له في قبره نورا ببابك واقفين وبكرمك متعلقين. تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا يا رجاء التائبين ويا أمل القائفين ويا أمل المستغفرين. ارحمنا إذا شلت اليدان وأغمضت العينان وشل اللسان وبركت الرجلان. اللهم ارحمه إذا دخل عليه الملكين. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم ثبته عند السؤال. بيض ليلته ووسع مدخله. اللهم انت له يا الله يا رحمن يا حنان. اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعله حفرة من النيران. اللهم احشره مع سيد النبي. اللهم اجعل القرآن له في قبره نورا. دعوناك كما وردنا فاستجب يا رب فاستجب يا رب فاستجب يا ربنا كما وردنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وهبنا ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا إلى روح المتوفى. اللهم ارحمه وارحمنا جميعا بحق الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا اخوة الايمان والاسلام قضت على خير هذه الليلة الكريمة المباركة. كان معنا علم من اعلام التلاوة على فرضية الدكتور عبد الرحمن ابراهيم الزغيطي قارئ القرآن الكريم لجمهورية مصر العربية القارئ للدول العربية والعالم الإسلامي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي مقيم والمعروف بقرية النجاح تابعة لمديرية التحرير مركز بدر بالاشتراك مع الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية والفراشة الكبرى التي تكلمت وتحدثت عن نفسها في كل مكان. رب محلاتكم محلات المتوكلين على الله اولاد الحاج محمود عبد الكريم. يقام المحل الرئيسي بقارة الطرية وللفقيد الرحمة وان ينعم له الصبر والسلوان. وهذه سنة الله في خلقه وانا لله وانا اليه راجعون.
السلام عليكم ورحمة الله.